السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أول درس البايثون جوه برنامج الدينامو، ودي برنامج بيشتغل جوه الريفت. فأنا هاجي هنا وأقول له أنا عايز سكريبت، من السكريبت أختار إديتور وأختار البايثون سكريبت. ده بيديني إن أنا أكتب شفرة. لو تسع جزء اللي فوق دوت بيديني إن أنا أغير الاسم، وليكن مثلا أسميه عمر. ده الاسم ملوش أي معنى خالص، مجرد إن أنت بتكتب عنوان للجزئيه دي. تمام، لما تدوس هنا مرتين بيبدا يفتح لك الشاشه الخاصه بالبرمجه. ده هنا الانبوت، ده هنا الاوتبوت. لو انت عايز تكتب اي كومنت بتعمل رمز الشباك وتكتب اي كومنت، ده يبقى الكلام ملوش اي معنى خالص. لو جيت هنا هيبقى ليه معنى. يعني مثلا على سبيل المثال الاوتبوت هنا، تمام، هتلاقي هو زيرو. فممكن تيجي هنا وتقول له ايه، خليه زيرو و 1 وتقول سيف. لما تيجي هنا هتلاقي 0 و 1. ده على سبيل المثال. تمام، طيب دلوقتي انا هقول له لا، انا عايز الاوتبوت يبقى عباره عن بوينت. تمام، البوينت دي هكتبها باي كوردينيت. باي كوردينيت، الكوردينيت بتاعتي هتبقى عباره عن 0.0.0. سيف. تمام، هيبدأ يحط لي النقطة اهي، وادي المخرجات بتاعتي. فبقول له لا، طب خليها مثلا 10 و10 و10. سيف، نقلها اللي هي بالشكل دوت. تقدر تيجي هنا وتشوف انها النقطة بقت في الاكس 10 وفي الواي 10 وفي الزد 10. طيب لو انا عايز اعمل الموضوع ده من غير بايثون، كنت هضطر ان انا اجي هنا اقول له انا عايز بوينت باي كوردينيت، واضطر ان انا اديله اكس واي وزد. فاقول له مثلا انا عايز هنا انتجر او نمبر. تمام، نمبر سلايد مثلا اهو، واتوصل ده بدوت، وتعمل واحد تاني للواي وتعمل واحد تاني للزد بالشكل ده. انا قدرت اختصر ده كله في واحده بس. فدي فايده البايثون جوه الداينامو، بيسهل عليا الشغل.